السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. ما زال حضراتكم تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بخصوص الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة عند الوصول لأحد مطارات المملكة، أمر ما زال فيه التباس وما زال غير واضح في ذهن الكثيرين، فاسمحوا لي أعيد على حضراتكم هذا الأمر. بالنسبة للسادة حاملي الإقامات الدائمة سواء في أمريكا أو المملكة المتحدة أو دول الشنغن، كذلك حاملي تأشيرات السياحة أو التأشيرات التجارية السارية، جميعا من حقهم لما يوصلوا أي مطار من مطارات المملكة العربية السعودية أن يحصلوا على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة. ولكن لازم التأشيرات السياحية أو التجارية اللي معاهم تكون سارية ومتعددة واستخدمت على الأقل مرة واحدة في الدولة المانحة للتأشيرة. إذن لابد كمان أنا أكون أحمل هذه الإقامة أو هذه التأشيرة السياحية أو التجارية السارية. كذلك من يحملها من حقه أن يرافق أقاربه من الدرجة الأولى، سواء زوج أو زوجة، الوالد أو الوالدة، الأبناء. شريطة أن الأبناء لا يتجاوز السن 18 سنة. أؤكد تاني أن من حق من يحمل إقامة أو تأشيرة سياحية أو تجارية سارية من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو الشنغن، ما دامت سارية ومتعددة واستخدمت ولو مرة واحدة على الأقل من الدولة المانحة لها وموجودة مع المواطن عند الوصول، من حقه أن يحصل على تأشيرة السياحة عند الوصول لإحدى مطارات المملكة، ويكون له الحق في مرافقة الأقارب من الدرجة الأولى، الوالدين، الزوج أو الزوجة، الأبناء تحت سن 18 سنة. هذا الأمر أرجو أن يكون واضح، ولو في أي تعليقات أو أي تعقيب أو استفسارات من فضلكم اتركوه في التعليقات بالنسبة للحلقة. كذلك في خبر جميل بزفه لحضراتكم، وهو فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران الأيكاو عن الفئة الثانية ولمدة 3 سنوات قادمة، حيث جاءت مصر من بين أعلى الدول حصولا على تصويت في انتخابات المنظمة، وذلك خلال الدورة 41 للجمعية العامة للأيكاو بمونريال في كندا. كمان حضراتكم فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لهذه المنظمة الدولية العريقة الأيكاو، فده أكيد نتيجة جهود كبيرة جدا لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني المصري. فبنهنئ مصر وبنهنئ الأمة العربية بفوز مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران الأيكاو عن الفئة الثانية ولمدة 3 سنوات قادمة. لكم جميعا كل الحب والتحية والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.